كيف عرف الشاهد أن السكين لباسل؟ باسل خبرني. كذاب كذاب. إذا لم تتوقف الضجة أخلي القاعة من الحضور. سيد الرئيس، أمام كل ما قدمت من حقائق وبعد شهادة أكرم سامي التي أثبتت التهمة على المتهم، ترجو النيابة المحكمة الكريمة اعتبار أكرم سامي شريكاً بالجرم، لأنه كتم معلوماته عن التحقيق بقصد غش العدالة وتضليلها. ولكن الحق دائماً أقوى من الباطل، لذلك وبعد مواجهة المتهم بالحقيقة التي تؤكد أنه أقدم على ارتكاب جريمته عن سابق تصور وتصميم، وكي يكون المتهم عبرة لسواه من المستهترين بحياة الناس، فتعود النيابة العامة لتؤكد على ضرورة محاكمته كمجرم، فتطلب له أقصى وأشد العقوبات. صار صار هذا كل أحكي هذا كل أحكي صار صار. تؤجل الجلسة 15 دقيقة، وعلى رجال الأمن إخلاء القاعة من الحضور. الرجوع عن الخطأ فضيلة يا غالب. أنت أب مسؤول عن مستقبل طفل بريء وزوجي صالحة. لا تخبي عني أي أمر حتى أقدر ساعدك بغض النظر عن موقفك من باسل. طريقي اللي سلكته كان يفرض علي صرف مبالغ كبيرة من المال، لذلك لجأت لكل وسيلة بتدخل لي فلوس. يعني مدخول الجراج وشركة النقل ما كان يكفيك؟ الشركة وهمية يا أستاذ، وحصتي بالكراج بعتها لشريكي. إذن كان عندك مدخول تاني غير شرعي بدون شك. أكرم خبرك؟ يا غالب، أكرم ما خبرني شيء. أحكي لي أنت أفضل ما يحكي عنك أكرم. كنت أتعامل بالتهريب، غرروا فيه. كنت نلفت انتباه الدفاع إلى عدم تكرار التأخير مرة ثانية. سيد الرئيس، الادعاء يأسف لإضاعة الوقت. لا بأس إذا ضاع الوقت ووجدت الحقيقة. نكرر ونلفت انتباه الدفاع إلى وجوب توجيه الكلام إلى الرئاسة. سيد الرئيس، آسف لهذا التأخير الذي لم يتجاوز الدقائق، ومع ذلك سأقدم مقابله ما يوفر على محكمتكم الكريمة الكثير من الوقت. سيد الرئيس، سبق للدفاع واعترف بأن الشاهد أكرم لم يقل سوى نصف الحقيقة، وبما أن العدل لا يتم إلا بحقيقة كاملة، أرجو من محكمتكم الكريمة استدعاء المدعو غالب دوار والاستماع إلى ما لديه من معلومات، فربما الجمع بين أكرم وغالب يقربنا من الحق ويبعد الظلم عن المتهم. لا مانع عند المحكمة من الاستماع إلى شهادة المدعو غالب دوار بناء لطلب الدفاع واستجابة لرغبته. هل لدى النيابة العامة أي اعتراض؟ لا اعتراض. أحضر الشاهد غالب دوار. Thank you.
أبو طلال؟ نعم. يعني ما بقى رح يخلونا نحضر المحاكمة؟ بعتقد قبل صدور الحكم ممكن يسمحوا لأهل المتهم. وإذا طلال تقدم بطلب للمحكمة بهالخصوص يمكن القاضي يوافق. طيب وكيف ممكن نوصل لطلال؟ يا لبيبي ما في مجال إلا إذا رفعت الجلسة. ست أم طلال، الأمل ببراءة باسل أصبح كبير، هدي أعصابك شوي. يا رب يا رب. طلال واثق من نفسه، بطمنك. المهم العدالة تأخذ مجراها، وعلى هالأساس يعطى كل ذي حق حقه. الله يرد لك عن نبيل وعلا يلي بحبها محبة طلال وباسل. أنا رح شوف إذا بقدر أقابل طلال. تمنع مقاطعة الشاهد منعا باتا، وبعد أن ينتهي من الإدلاء بإفادته يسمح باستجوابه من قبل النيابة العامة والادعاء والدفاع. تذكر يا غالب أنك أقسمت بأن تقول الحق ولا شيء غير الحق. يوم حصل الحادث كانت زوجتي عند أهلها، وكان ابني الصغير مريض، وأنا وحدي بالبيت مثل الضايع، وصرت أمشي بالبيت حتى وصلت على الشباك وشفت الساحة مليانة بالسيارات قدام بيت جارنا نايف، وشفت أكرم. سيد الرئيس، الادعاء يملك معلومات تجعله يشك بصدق إفادة الشاهد نظرا لعلاقته بالدفاع. سيد الرئيس، بما أن علاقة الدفاع بالشاهد غالب خارجة عن جوهر القضية، لن أتوقف عندها لأطلب من أكرم أن يحدد موقفه من تهمة غالب له ويبدد شك الادعاء. أكرم، هل كلام غالب صحيح أو لا؟ تكلم. سكوتك يعني اعترافك بالجرم. أخذتها بناء على طلب باسل. مش صحيح، مش صحيح أبدا. واعترف الشاهد بأنه أخذ السكين من سيارة المتهم. سيد الرئيس، إن الجواب مطلوب من الشاهد أكرم، أما أسئلة الادعاء والدفاع تبقى إلى بعد الاستماع لكامل شهادة المدعو غالب. جاوب يا أكرم. نعم أنا أخذت. سيد الرئيس، بما أن المدعو أكرم قد اعترف بما نسب إليه، فإن النيابة تعتبره شريكا في الجرم وتحتفظ لنفسها بحق الأولوية في استجوابه بعد انتهاء الشاهد غالب من سرد إفادته. تابع يا غالب. وبذات اللحظة مع غياب أكرم طلع باسل من بيت سمير.
هل بقي عندك شيء تقوله؟ سيد الرئيس، بعد انتهاء النيابة العامة من استجواب الشاهد غالب يبقى في منصة الشهود حتى يجيب على أسئلة الادعاء والدفاع. سيد الرئيس، ترى النيابة العامة أنه من الضروري إعادة استجواب الشاهدين غالب وأكرم بناء على المعلومات الخطيرة التي أدلى بها الشاهد غالب، ونظراً لأهميتها البالغة الخطورة ترجو النيابة موافقتكم على استجواب الشاهدين من قبلها على انفراد وبسرية تامة. المحكمة توافق على طلب النيابة العامة على أن يستمر استجواب الشاهدين أمام المحكمة ومن قبل الادعاء والدفاع، وعند استئناف الجلسة يسمح للجمهور بدخول القاعة. تشرب الماء بس وحبت الدواء كمان بتهدي أعصابك. يا لبيب يا لبيب، اسمعي الكلمة، طبيب عم بيحكي معك. الله ينجحك يا ابني. نبيل آخر السنة بيرجع ومعه الشهادة بإذن الله. سلم دياتك. مرتاح؟ لا لا. ليش؟ أكرم شاهد زور، أنا ما طلبت منه ياخذ السكين من سيارتي. أكيد مش أنت طلبت. ليش ما كذبته؟ وأنا كمان استغربت عدم ردك علي. طبعا ما في داعي، ما في داعي، لأنه أكرم كذب نفسه. كلامه اليوم بناقض اعترافه أثناء تحقيق الضابط معه، لذلك طلب المدعي العام مقابلة أكرم مع غالب. وإذا أصر على إفادته الأخيرة؟ باسل، أنت التقيت مع أكرم عند سمير؟ ولا شفته. طيب عندك إثبات، يعني شخص يشهد على صحة كلامك؟ طبعا. مين؟ كريمة. كريمة اليوم مسافرة. علا، بأي طريقة بدي كريمة تحضر للمحكمة، حتى لو رحت أنت ومنعتيها بنفسك من السفر. مع الأسف موعد سفرك كان اليوم الساعة 11. الأول بتهمة التسبب في الجريمة، والثاني بتهمة كتم معلومات وضم ملفيهما إلى الدعوى الأساسية لتجري محاكمتهما ضمن محاكمة المتهم الرئيسي باسل أمين. الكلمة للدفاع. سيدي الرئيس، بما أن المال الذي حصل عليه المتهم أكرم سامي. سيد الرئيس، أحتج على استعمال كلمة متهم بالنسبة للشاهد أكرم. القانون صريح يا سيد الرئيس، ولا أظن الادعاء بحاجة إلى توضيح، خصوصا بعدما وجهت التهمة إلى أكرم من قبل حضرة النائب العام. احتجاج مرفوض.
وقبل أن يتهمني الادعاء بشراء سكوت المتهم بالمال الذي أخذه من مكتبي، أطلب إلى أكرم أن يروي كيف أرسل كتاب التهديد ليحصل على المال. غالب كتب الرسالة. سيد الرئيس، إن أكرم قد وقع ضحية خوفه من غالب، فرضخ لتهديده ونفذ له ما فرض عليه. أشكر الادعاء الذي تولى عن الدفاع مهمة إثبات التهمة على أكرم، وأكد صحة ما جاء في إفادة غالب بالنسبة لدور أكرم بالجريمة، لأنه لو لم يكن ضالعا بالقضية لما خاف ورضخ لتهديد غالب له. سيد الرئيس، إن أكرم قد اعترف بجلب السكين من السيارة بناء لطلب غالب، أما بالنسبة لسرقة المال فإنه لم يكن سوى أداة تعمل بإرادة غالب، وعلى أي حال الادعاء يطلب فصل قضية سرقة المال لأنها خارجة عن الدعوى الأساسية. سيد الرئيس، حصول المتهم على المال لم يكن سرقة، بل جاء نتيجة تهديد مرتبط مباشرة بالجريمة. لذلك وقطعا للجدل، أرجو الموافقة على الاستماع إلى شريكي الجرم المتهمين أكرم وغالب، حيث يروي كل منهما دوره بدءا من رسالة التهديد حتى حصولهما على المال. سيد الرئيس، لا أرى موجبا لمثل هذه التفاصيل حتى لا يكون اهتمامنا بالمال أهم من اهتمامنا بالإنسان الذي هو فوق كل مادة. سيد الرئيس، اهتمامنا بالمادة كونها أداة بيد الإنسان تسعده عندما يستعملها للخير وتقتله عندما يستعملها للشر، وهنا في قضيتنا هذه لو لم تكن عين السلطة ساهرة لوقع الشر مرة ثانية بالحكم على إنسان بريء، لأن أكرم وغالب اشتركا بإخفاء الحقيقة وراء حفنة من المال. المحكمة توافق على طلب الدفاع لجهة الاستماع إلى إفادة الشاهدين أكرم وغالب. بعد الحادث حاولت كثير أتهرب من ملاحقة غالب، حتى أصدني فجأة على بيتي. وأخيرا التقينا. تفضل. في حدا غيرنا؟ لا أبدا. باختصار، أنا شفتك لما أخذت السكين من سيارة باسل بعد ما وقفت سيارة سمير خلفها. أنت أكيد غلطان. إذا أعطيت اسمك للشرطة ضميري ما بيكون تعبان. أنت حر. فإذا أنا راح أعمل واجبي. استنى، أنت كنت عم تلاحقني كل هالمدة وأنت كنت عم تتهرب مني. وين كنت حتى شفتني؟ مش مهم تعرف. طيب وطلبك؟ إذا سؤال. 5000. لو كان معي هالمبلغ ما كنت تعرفت عليك. فإذا بخاطرك. استنى، إذا بتساعدني بأمنك المبلغ من باسل. لا تفكر تخدعني. أبدا. نكتب رسالة ونبعتها بواسطة خطيبة باسل، وبدل الخمسة منطلب 10، ومستحيل يرفض لأنه سكوتك بفيده أكتر ما بفيدني. أنت بتكتب الرسالة. إذا كتبتها أنا بيكشفوا أمرنا، لأنه كريمة بتعرف خطي. المفروض أنا أخاف منك. بعدين أنا راح أوصل للرسالة. طيب أعطيني ورقة وقلم. قال مش لباسل، خفت يستعملها ممسك ضدي، دخلت مكتبه واسترجعتها، لكن الأستاذ طلال وعدني بدفع مبلغ من المال. رحب أكرم بالفكرة، وتعاوننا أنا وأكرم على خطة الحصول على المال من المكتب. أنا توليت الاتصال بالهاتف وأكرم دخل المكتب. يا أكرم، كيف سلمت الرسالة لكريمة؟ تركتها بعلبة البريد، وعطيت رقم تليفونها لغالب يبلغها عن وجود الرسالة أحسن ما تتعرف على صوتي.
سيد الرئيس، لقد نسي الدفاع أن يذكر أنه لم يدفع المبلغ لغالب وأكرم إلا مقابل سكوتهما. بل إن الدفاع لم ينسى أن يبلغ الشرطة بكل الوقائع، وتصرف الدفاع كان ضمن خطة متفق عليها بالتعاون مع الضابط. هل انتهى الدفاع من استجواب المتهمين؟ بالنسبة للمال نعم يا سيد الرئيس، لأن باقي التفاصيل موجودة لدى النيابة العامة. أما الآن حان الوقت لنعود إلى مسؤولية أكرم في مقتل سمير. أحتج على اتهام أكرم بالمسؤولية عن مقتل المغدور. مسؤول لأنه سلم السكين للقاتل. أبداً، مش صحيح. هذا ما يريد التحقيق أن يعرفه، إن أكرم لم يسلم أداة الجريمة لباسل لأنه سلمها إلى الذي طلب منه جلبها من السيارة. سيد الرئيس، لقد قال موكلي إن المتهم باسل هو الذي طلب منه جلب السكين، فلماذا يحاول الدفاع التأثير على الشاهد ليغير من إفادته؟ يبدو أن الزميل الكريم نسي أن أكرم لم يعترض على كلمة من كل ما نسب إليه على لسان الشاهد غالب الذي أكد عدم التقاء أكرم مع باسل. ونعلم من التحقيق مع المتهم ومن إفادات جميع الشهود بأن المتهم باسل لم يقابل داخل بيت سمير سوى الشاهد كريمة والمغدور، فهل لدى الادعاء من يشهد بأن أكرم تحدث إلى باسل؟ كما أنه ليس لدى الدفاع من ينفي اجتماع باسل بأكرم. لدى المتهم أكثر من شاهد، وأهمهم كريمة التي بقيت تتحدث إلى باسل منذ دخوله بيت سمير حتى خروجه، فأين ومتى تمت مقابلة أكرم لباسل؟ سيد الرئيس، يعلم الدفاع بأن كريمة أصبحت خارج البلاد، لذلك يطلبها كشاهدة. النيابة العامة تؤكد للمحكمة بأن كريمة لا تستطيع مغادرة البلاد إلا بعد صدور الحكم في هذه القضية. سيد الرئيس، لقد اعتمد الدفاع على شهود تربطه بهم علاقات تؤكد انحيازهم لجهته، فغالب مثلا يرد الدين للدفاع بعد أن ساعد في معالجة طفله متحملا كافة المصاريف، وكريمة التي استنجد بها ولم تحضر كانت خطيبة المتهم. سيد الرئيس، نعم كانت تربط باسل بكريمة علاقة شريفة ككل صداقة تسبق الزواج، ولكنها ولدت الغير عند أصدقاء الطرفين ومنهم سمير وأكرم، حيث كل واحد كان يريد إبعاد الآخر. وبما أن أكرم كان أقلهم حظا بالاهتمام من قبل الفتاة، كان أكثرهم حقدا وتصميما على إبعاد خصميه معا، وهكذا كان، حيث استغل فرصة سوء التفاهم بينهما ليعمق الخلاف، لذلك تظاهر بالوقوف إلى جانب المغدور ضد باسل فخرج وسد الطريق على سيارة باسل وأحضر السكين ليعطيها لسمير، لا حبا به كما أظهر له، بل ليتخلص من الاثنين معا، لا فرق من سيكون الخاسر لأن المنتصر سينتهي بالسجن. ونجح في أول مرحلة، ولكنه فشل عندما كان على وشك تحقيق هدفه، حيث تم اكتشاف أمره بفضل شهامة الفتاة وسهر السلطة. وكلمة أخيرة أتوجه بها إلى أكرم ليعود إلى ضميره وينطق بالحقيقة، فقول الحق لا يصدر إلا عن النفوس النبيلة، فهل قلت الحقيقة يا أكرم؟ سيد الرئيس، عندما أحضر أكرم السكين من سيارة المتهم لم يكن يعلم بخلافه مع المغدور، ولم يحضرها بطلب من باسل، إذن لماذا أخذها؟ حتى لا يستعملها باسل ضد سمير. يعني أعطيتها لسمير ليستعملها ضد باسل؟ لا،
وكيف وصلت السكين لقيت سمير؟ هو أخذها مني. منين عرف إنه السكين معك؟ هو طلب مني أجيبها. ليش تقبل طالما أنت عارف إنهم مختلفين؟ أبداً ما كنت عارف إنهم مختلفين. بلا كنت عارف. لا. لو ما كنت عارف ما كنت قطعت الطريق على سيارة باسل لسيارة سمير بالذات. سمير هو. سيد الرئيس أحتج على معاملة الشاهد بهذا الأسلوب. الاحتجاج مرفوض. استجواب المتهم يتم على أساس إفادته. سيد الرئيس، بعد أن تراجع أكرم عن إفادته السابقة واعترف بأن المغدور هو الذي طلب منه إحضار السكين وليس باسل، يبقى سؤال واحد يا أكرم: وين رحت بعد ما أعطيت السكين لسمير؟ وين كنت لما حصل الحادث؟ سيد الرئيس، لن تنسينا مناورة الدفاع أننا هنا لنطالب بحق إنسان قتل غدرا ودمه يصرخ مطالبا العدالة بالاقتصاص من المجرم، واعتراف أكرم لا يبرر قتل سمير من قبل باسل، فلو لم تكن نية القتل موجودة أصلا عند المتهم لما طعن خصمه في قلبه بعدما انتزع السكين من يده. سيد الرئيس، صحيح أننا اكتشفنا عناصر أخرى مشاركة في الجريمة بشكل مباشر وغير مباشر، إلا أن جميع هذه العناصر لا تنفي تهمة القتل عن المتهم باسل. أما بالنسبة لكريمة، وقبل أن أتحدث عن المعلومات التي بحوزتي، أطلب من المحكمة الموقرة استدعائها لتحدد دورها في القضية من خلال علاقتها بأكرم. أحضر الشاهد كريمة. اسمك؟ كريمة عبد السلام. رددي من بعدي يا كريمة. أقسم بأن أقول الحق. أقسم بأن أقول الحق. ولا شيء غير الحق. ولا شيء غير الحق. تكلمي. كان أكرم يلحقني ويكرهني بسمير وباسل ويعرض علي الزواج وكنت أرفض، وبعد ما حصل الحادث استغل الفرصة حتى أقنعني وقبلت بفكرة الزواج. و تابعي تابعي يا كريم. وبدل ما يروح يطلبني من أهلي حسب ما اتفقنا، صار يحاول يغطي تصرفه بشراء الهدية الثمينة، وبما أني كنت أعرف وضعه المادي استغربت، ولما سألته عن مصدر المال زاد ارتباكه. ساعتها ارتبت لأمره ورحت خبرت طلال والضابط. هل انتهى استجوابه للدعاء للشاهدة؟ نعم. سيد الرئيس، سألت أكرم أين كان ساعة وقوع الجريمة فلم يجب على سؤالي. اسمحوا لي إعادة طرح السؤال لأن الجواب عليه يشكل نقطة هامة قبل إصدار الحكم. ترفع الجلسة نصف ساعة. فاجأني طلال، ما كنت منتظر منه هالبراعة. المحكمة غير البيت يا ابني، إذا أنت أثر عليك أنا ما أنعني. أهلا 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 أبو طلال. أهلا أهلا. بهنيك طلال. شكرا، أنت محب يا نبيل. مين كان يصدق انه اكرم يطلع منه هيك اعمال؟ قول الحق لا يصدر إلا عن النفوس النبيلة،
فهل قلت الحقيقة يا أكرم؟ اتذكر إذا حاولت تخدعني بتكون عم تخدع نفسك. صحيح أنت بتساعدني بمبلغ من المال، لكن أنا عم بساعدك بإنقاذ أخوك من الموت. فإذا محضر المبلغ بمغلف واتركه خلف الباب، واطفي النور واترك الباب مفتوح، ولما أنهي حديثي معك تقفل الخط وما تعود ترفع السماعة مهما رن جرس التليفون. نفذ اللي طلبته منك فورا. خلي الطفل يدعي لي حتى انجح باظهار براءة اخي. احكمه! الكلمة للنيابة العامة. سيد الرئيس، بناء على كل ما ظهر من حقائق حول الجريمة، منها ما يثبت اشتراك المتهم أكرم سامي واعترافه بما نسب إليه، ومنها ما يثبت اشتراك المتهم غالب دوار واعترافه الصريح بكتم المعلومات وإخفاء الحقيقة، وبعد التطور الذي طرأ على ملابسات الجريمة وصلنا إلى الحقائق التالية. أولاً، تأكد أن السكين الذي استعمل لقتل الضحية هو للمتهم باسل. ثانياً، تأكد أن السكين وصل إلى يد الضحية بواسطة المتهم أكرم سامي. ثالثاً، ثبت أن الضحية كان البادئ باستعمال السكين عندما طعن المتهم. رابعاً، ثبت أن الضحية بالاشتراك مع المتهم أكرم صمم على مهاجمة المتهم باسل بدءاً بقطع الطريق على سيارته. خامساً، تعتبر النيابة العامة أن المتهم باسل كان بإمكانه تجنب وقوع القتل لأنه يفوق الضحية قوة. يؤكد ذلك تمكنه من انتزاع السكين من يد خصمه وطعنه بقلبه بدل أن يرمي السكين أو يطعنه طعنة غير قاتلة. فبناء على كل ذلك وعملا بأحكام القانون، أطلب للمتهم. سيد الرئيس، سيد الرئيس، باسل ما قدر ياخذ السكين من ايد سمير. سيد الرئيس، اسمحوا لأكرم ان يقول اين كان عندما حصلت المعركة بين باسل وسمير. اين كنت يا أكرم؟ تكلم. قول الحق لا يصدر إلا عن النفوس النبيلة، فهل قلت الحقيقة يا أكرم؟ أنا راح أتخبى، وإذا قدر يتغلب عليك بهاجمه.
أنا قلت الحقيقة وبتحمل مسؤولية كلامي أمام الله والضمير. باسل ما قدر ياخذ السكين من إيد سمير. باسل باسل حبيبي ابني بريء ابني بريء باسل بريء. سيد الرئيس سيد الرئيس، إذا أكرم صادق بكلامه أنا بسقط حقي عن باسل. احملوا المرأة إلى غرفة واستدعوا لها طبيبا. أما بالنسبة للمدعي فعليه أن يتقدم بطلب إسقاط حق ضمن الأصول المرعية. أولا نعم روحي ساعديها. يا لبيبي لبيبي ام طلال ام طلال سمعتيني؟ باسل بري قولي الحمد لله بري. خالتي لبيبي روقي روقي ما في شيء. باسل بري باسل بري. هولا هولا رجع يا بنتي بيكون طلال باله مشغول ورح طمنه انك بين ايدين طبيب. الله يحقق اماله يا رب. ارجعوا للقاعة انا ببقى مع خالتي لبيبي. طيب وعملاً بأحكام القانون حكمت المحكمة على المتهم أكرم سامي بالسجن سنتين لتسببه في مقتل سمير نايف وبالسجن سنة على كل من المتهمين غالب دوار وأكرم سامي لاشتراكهما في تهديد المتهم باسل أمين لابتزاز المال. وحيث ثبت لدى المحكمة من البينات عدم ارتكاب المتهم باسل أمين لجرم قتل المغدور سمير نايف لذا نحكم ببراءته من هذه التهمة. اليوم أمك عايشت من جديد. الحمد لله الحمد لله يا ابني الحمد لله. الله ما يحرمني رضاكم. بس مبروك. أنا دايما كنت أقول إنك بني. لكن أنت كنت مظلوم. باسل مبروك حريتك يا أخي. بتمنى لك حياة خالية من المصاعب. بتأمل عود عن كلمة سببت لكم من متاعب. مبروك أربحنا القضية. مبروك يا أستاذ. مبروك يا بس. أستاذ بهيج أنا بشكرك شكرا جزيلا. العفو. أنا بدي أشكرك بالنيابة عن زميلي طلال. موقفك كان منسجم مع ظهور الحقيقة اللي أثبتت عدم مسؤولية باسل. بعترف أنك خدمتني بكل إمكانياتك. أستاذ نايف مهمة المحامي أنه يبقى معتبر الحق بجانبه حتى يصدر حكم العدالة. ساعتها المحامي بيوقف جنب الحقيقة. أستاذ ضلال بهنيك من كل قلبي على النجاح العظيم. بشكرك وبعتبر النجاح كان بفضل تعاوننا المشترك وأرجو أنك تنوب عني بالشكر للسيد نايف لبينما أتشرف بزيارته. أستاذ طلال السيد نايف واقف جنبي وما كان طالب غير العدالة. أكيد ما كان طلبي أظلم باسل. بترجاك اعتبر طلال وباسل أخوي لسالم. إن شاء الله.
شكرا يا دكتور. يا استاذ طلال. اهلا 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 حضره المدير. بهنيك، اعتبرها قبلة الفرح اللي صادرة من قلب كل كفيف من إخوانك في المعهد. الله يحفظك. أرجو أنك تقبل مني تخصيص جائزة سنوية لكل طالب متفوق، وتكون باسم عبد الله عبد الله. ما وجدت تفسير لتصرفك تجاه غانم، ليش ما كشفت شخصيته للمحكمة؟ لأني وعدته بالمساعدة وكتمان السر. يعني بتترك له مجال يرجع للتهريب بعد ما يخلص مدة السجن، أو ربما يستمر بعمله من داخل السجن بواسطة شركائه. وهو المطلوب؟ ما فهمت. غالب مراقب يا علا، والشرطة كشفته من زمان، وأنا اتصرفت بناء لتعليمات السلطة. ثم ما كان بيجوز أطرح أي قضية قبل الانتهاء من قضية باسل. على كل حال، غالب يبدو أنه لعبة صغيرة بأيدي أشخاص كبار، والمهم صيدهم بأي أسلوب بأي خطة، ما حدا بيعرف غير رجال الأمن. الحمد لله، الليلة من فرحي بدي عوض كل ليالي السهر ونام ما لشفوني. انت وانا وكل الناس بتنام الا رجل الامن، وحده بيفضل سهره. منمشي؟ لا، روحي انت سبقيني وانا بروح مع نبيل وابو نبيل. طيب، فاذا رح قلهم انك منتظرهم بغرفة المحامين. طيب. يعطيك العافية استاذ طلال. اهلا اهلا سيد منير. اهلا اهلا. فعلا اظهرت مقدرة تستحق عليها كل تقدير. ما تنسى فضل علا ومجهودها. طلال، نحن مش رح نقدر نتغدى معكم، رح نوصل لعندكم ناخذ. ما اتفقنا الغدا عنا والعشاء عندكم مع الاهل؟ استاذ طلال، حتى نبقى محتفظين بروابط الصداقة، رح كون صريح معك. في وقت الكلام على انت عارف اني قبلت اجل سفر علا لاسباب انسانية. عودتني على مواقفك الإنسانية من يوم اللي أنقذتني من الغرق. موقفي من قضيتك مع باسل شبيه بموقفي من قضية علا معك. تقصد إنك تخلصها من السجن بالنسبة ل... بقصد إنه علا الموظفة انتهت مهمتها معك. علا بالنسبة إلي أهم من حياتي. بتأمل ما يصدق قولك حتى ما تخسر حياتك، لأنه علا بكرة مسافره.